النور ملء عيوني والحور ملك يميني. النور ملء عيوني والحور ملك يميني وكالملاك أغني. برنامج رومز لإضافة العديد من أنواع الصدى والتحكم في درجته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في اللقاء التاسع من سلسلة أحلى البرامج للآيفون. وأعتذر منكم على هذا السقط في الترتيب، فلقاؤنا الماضي كان اللقاء العاشر في برنامج فولوكو، وأشكركم على التفاعل، جزاكم الله كل خير. الحقيقة يعني فعلا اكتشفت أن البرامج هذه مطلوبة عند الجماهير بشكل كبير، يعني 50 لايك و700 مشاهدة، فالله يعطيكم العافية. وإن شاء الله متبقي لنا 3 برامج حتى نختم برامج ومجال الهندسة الصوتية على الآيفون، وبإذن الله أني لأعمل تقرير بعد هذه البرامج مقارنة كذا سريعة بينها إن شاء الله تعالى وما حققت هذه السلسلة الطيبة. الآن نتكلم عن برنامج اسمه رومز. هذا البرنامج تستطيع من خلاله التسجيل وإضافة العديد من أنواع الصدى. قائمة العناوين: رومز Audio Recorder and Convolution Reverb. هذا اسم البرنامج R-O-M-S علامة تعجب. برنامج خفيف لطيف جدا، حجم البرنامج 5 ميجا بايت فقط. نستعرض إن شاء الله. شاشة أبس جريد رومز نشر دائرة حمراء. ريكورد ريكورد. فكرة البرنامج أنا ودي أتكلم عنها بشكل نظري كالعادة ثم نبدأ إن شاء الله. البرنامج فكرته جدا سهلة إن شاء الله ويحتاج إلى تركيز. فيه 5 تبويبات يهمنا منها أول 3 تبويبات: تبويبة التسجيل، وتبويبة الملفات، وتبويبة الإفكتات أو الأصوات اللي هي أنواع الصدى. عندنا طبعا في التسجيل نستطيع أن نعمل تسجيل وإيقاف مؤقت وإلغاء لهذا التسجيل وإيقاف نهائي. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالتبويبة الأولى. طيب نسمع التبويبات مع بعض. Parameters 5. تم الاختيار. Recorder. لام التبويب 1 مثلا نو 5 الأولى. Files. لام التبويب 2 مثلا نو 5. طبعا recordings يعني التسجيل، files يعني الملفات اللي قمنا بتسجيلها. parameters لام التبويب 3 مثلا نو 5 هذه اللي هي الأصوات والتعديل عليها. هذا باختصار. نروح على التبويب الأولى اللي هي مكتوب تم الاختيار، يعني احنا الآن عليها. تم الاختيار. recorder. طيب recorder عنوان دائرة حمراء زر. دائرة حمراء زر، لما نضغطها يبدأ التسجيل مباشرة. عنوانه دائرة حمراء زر. لما نسجل جنبها عندنا طبعا أثناء التسجيل نلقى حاجتين: علامة تقاطع حمراء، هذه إلغاء التسجيل، التسجيل خلاص ما يحتسب، وعندنا علامة تعجب حمراء وهي إيقاف التسجيل. لما نرجع نضغط على دائرة حمراء مرة ثانية بنعمل إيقاف مؤقت للتسجيل، ثم طبعا نرجع نضغط دائرة حمراء ونواصل هذا التسجيل. إذن هذا زر التسجيل والإيقاف المؤقت اللي هو دائرة حمراء زر. طيب نجرب دائرة حمراء دائرة حمراء زر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يكون البرنامج هذا بيعجب الجميع اللي هو برنامج رومز. الآن طبعا قاعدين نسجل، جنب دائرة حمراء علامة تقاطع حمراء، هذا الزر لإلغاء التسجيل بشكل نهائي. علامة تعجب حمراء زر. أما هذا الزر لإيقاف التسجيل، يعني نضغط عليه علامة تعجب حمراء دائرة حمراء. الآن أصبح عندنا في الملفات مقطع واحد وهو المقطع الآن اللي تونا سجلناه. File name date زر. طيب جنبه WAV زر. WAV زر هذه صيغة التسجيل، طبعا ينصح بتغييرها إلى AAC لأن WAV صيغة كبيرة جدا. WAV يعني حجمها كبير. Select AAC. نختار زر. AAC. نعم. دائرة حمراء. File AAC. 44.1 kilohertz. 16 bit stereo زر. Glyphicons 332 dashboard. تم الاختيار. Recorder لام التب. طيب
إذن انتهينا الآن من قضية التسجيل. عندنا الآن أنواع كثيرة جدا من الصدى وألوان، والبرنامج أولا ما يحتاج لا سماعة خارجية ولا داخلية، البرنامج جدا بسيط. فايلز لا ما التبويل اثنان، نروح على فايلز حتى نتعرف على الملف اللي تم الاختيار. فايل 20 16 11 29 21 56. ديليت لما نطلع فوق يقول لك ديليت إذا حبيت تحذفون، لما نرجع تنشيط عنصر شير هذه ما لها أي دخل في المشاركة نهائيا، محطوطة فقط اسم. لما نبغى نفتح الملف نضغط عليه 20 16 تم الاختيار، نطلع فوق عند البطارية والساعة. Audio files. Audio file. 0% يقول لك 0% نلف يسار. Play. Play. نضغط. Pause. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تسمعون. إن شاء الله يكون البرنامج هذا بيعجب الجميع، اللي هو برنامج رومز. الآن طبعا قاعدين نسجل. طيب. Play. كما سمعنا صوت عادي جدا، ما في أي نوع من أنواع الصدى. نرجع إن شاء الله الآن على parameters. لام التبويب. parameters هذه مهمة جدا حتى نعرف كيف نحط أنواع الصدى الموجودة، أنواع كثيرة جدا ومشكلة الحقيقة. لكن قبلها بغى أعلمكم على شيء، على قاعدتين أساسيتين مهمتين جدا 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 لازم نتقنها في البرنامج. الآن مهما سجلنا من مقاطع عندنا طريقة بسيطة لمشاركة هذه المقاطع عن طريق الواتس. نمشي عند الملف 12 play 0 تم الاختيار 20 16 11، نضغط عليه ضغطة والثانية مطولة. مثل إذا بغينا مثلا نسجل مقطع أو يعني نسجل رسالة صوتية في الواتس، نضغط عليه 20 16 play 0، ضغطنا عليه ضغطة والثانية مطولة اللي انقلنا تنبيه أعطانا. أول واحدة بلاي play is loop. الثانية بلاي is loop، هذه مش مهمة. copy to m 4 avalic 0، هذه لما نبغى ننسخها إلى صيغة أخرى أيضا مش مهمة. copy to m 4 aac 0 copy with reverb 16 bit 0. احفظوا معي هذه العبارة copy with reverb 16 bit، ريفيرب 16 بت. هذه لما نبغى نشارك الملف عن طريق الواتس، الصدى اللي اخترناه، الآن بقول لكم على أنواع الصدى، الصدى اللي نختاره يطلع فيه ريفيرب 16، فإذا حبينا نشارك الملف لازم نضغط على كوبي ويذ ريفيرب 16، بيطلع عندنا ملفين، ملفنا هذا بدون أي صدى والملف اللي مكتوب عليه ويذ ريفيرب 16 اللي هو بصدى. كوبي ويذ ريفيرب 24 كوبي وذ ريفيرب 24 مش مهمة. copy to impulse responses أيضا مش مهمة. duplicate دبل كيت ينسخ نسخة ثانية الملف فقط. rename إعادة تسمية. email email عن طريق الإيميل. openin ellipsis openin هذه هي اللي تلقون فيها الواتس والبرامج الأخرى اللي تدعم هذا الملف. نرجع على copy with reverb 16 copy with reverb 16 copy with reverb. تلاحظون الآن بيصير عندنا ملفين audio file، بيصير عندنا ملفين، ملف فيه ريفيرب وملف بدون ريفيرب. audio file 20 16 11 29 21 56 32 reverb 29 شرطة المائلة تم الاختيار. audio file audio file audio file 0 في play. الآن لما نشغله نلقى في صدى. pause زر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون البرنامج هذا بيعجب الجميع، اللي هو برنامج رومز. طيب هل هذا صدى ناسبكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام؟ هل هذا الصدى يناسب؟ كل إنسان له ذوق في الصدى اللي اختاره، فكيف نغير من نوع هذا الصدى وكيف ننشئ إحنا مثل ما يقولون إفكتات جديدة؟ الآن عرفنا أي صدى نختاره وأي صدى نثبت عليه ونسجل فيه أو نسجل بدونه. إذا حبينا نشارك الملف عن طريق الواتس أب أو عن طريق أي برنامج آخر، فلا بد أن ندخل على فايلز ونعلق بضغطتين على الملف
وتجينا الخيارات ومنها كوبي وذري فيرب 16 ونختارها ويطلع عندنا ملفين من يعني نفس المقطع في ملفين اللي مكتوب عليه ريفيرب، هذا هو الملف اللي بصدى. هذه لازم نفهمها. طيب نروح الآن على بريمترز. Parameters. هذه لام التبويب ثلاثة تم الاختيار. Empty list. Conf. iOS. تم الاختيار. Off. زر واحد مثلا إنه ثلاثة. Glyphicants. Glyphicant هذه جدا مهمة جدا الآن بتساعدنا. Glyphicant تحول الجوال إلى مايك، يعني أنواع الصدى اللي بنجربها بدل ما نقعد نسجل كل شوي ونشوف هل الصدى يناسب ولا ما يناسب، مباشرة بتسمع صوتك وانت تتكلم، فنحط على Glyphicant لكن بخليها آخر شيء. تم الاختيار Off. زر واحد مثلا إنه ثلاثة. تم الاختيار Off واحد من ثلاثة يعني إنه موقف، لما نسجل ونسمع صوتنا بيطلع متوقف مبدون صدى. ISO زر اثنى. Convolution عندنا ISO اثنين من ثلاثة وConvolution ثلاثة من ثلاثة. Convolution ما يهمنا، ISO هو اللي فيه أنواع. ISO تم الاختيار الصدى. ISO random 16% تعديل. طيب تم الاختيار off زر. الآن بتجينا مقاطع جدا كثيرة ممتاز أو إعدادات، أنا أبغى أعرفكم على الإعدادات هذه ضروري حتى نفهمها، ركزوا معي الله يسعدكم. تم 75 dry wet mix 75.000 dry with mix 75 dry with mix هذه قوة الصدى. الآن حتى نجرب يعني بشكل مباشر بشغل لكم المايك. dry wet mix glyphicants 301 هذا glyphicant تضغطون عليه glyphicants 301 microphone. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، الصوت أعتقد واضح بسم الله. طيب الآن هذا صوت المايك، هذا الآن اللي تسمعونه صوت المايك، هذا صوت الصدى اللي قبل شوية سجلنا فيه. settings لا مكتب dry wet mix 75% تعديل. قالنا لأعلى dry wet قالنا dry with mix 75 يعني قوة الصدى 75%، لو حطينا مثلا 100% بيطلع قوي جدا. 5 و 100%. ألو السلام عليكم، يطلع بهذا الشكل 100 كين 100 لو حطينا مثلا 30 30 20 السلام عليكم ورحمة الله. الآن تسمعون تغير في الصدى. هذه الإعدادات ضرورية طبعا. لحظة بس بوقف السماعة، أنا ما أنصح اللعب كثير في الإعدادات هذه لأن في أنواع صدى جاهزة الآن بتمر علينا، لكن هذه لمن يريد أن يتعمق في البرنامج. طيب إذا نرجع على 50% 50% 60% gain 20% random factor dry wet mix 20-30-40-50-70% gain 60% 50% بعدها جينا جين. جين محطوط على 50%. جين هذه حدة الصوت يعني نخلي مثل ما هو. مينيمم ديلي تايم 0.010 هذه زيادة في الصدى، لو يعني لو كانت فوق 70% تصير تكرر الصوت كأنك تتكلم مرتين. الآن جرب 0% 10-20-30-40-50-70-80 مينيمم. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. صراحة أنا يعني أشوف البرنامج هذا ممتاز، فيه يعني فيه فوائد كبيرة. إذا تلاحظون الصوت قاعد يتكرر معنا. هذا الإعدادات لو لعبنا فيها بتخبص علينا الجهاز. أنا لعلمكم حذفت البرنامج يمكن 6 أو 7 مرات. طيب الآن بعمل إيقاف مؤقت للتسجيل وبستكمل معكم. تم الاختيار. حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا فيكم. أنا أشوف البرنامج شوية يبغى له تركيز، لذلك بعمل ملخص بعد ما ننتهي. الآن أخذنا أول 3 أصوات ممتاز. قلنا draw with mix وقلنا gun وقلنا minimum وقلنا أحسن الإعدادات هذه لو حد لعب فيها كثير تنتج أنواع حلوة من الصدى لكن بينخبص فيها، إلا لازم واحد يكون متمرس. 16% randomized reflections gain 50 minimum
0%. Max delay time 1.00. قالنا max delay time. max delay time هذا انا طبعا كتبتها عندي هنا لانها فعلا يبغى لها اتقان. max delay time بيجينا مكتوب عليها طبعا 0%. 100% تعديل. أو عفوا 100% تحريف للأعلى أو للأسفل بأصبع واحد لتعديل القيمة. طبعا هذا يعمل في صوتك يعني يكون صوتك حاد لو خفضت يعني لو حطيته 0% بيكون الصوت جدا حاد. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10%. نشوف. السلام عليكم. ألو 0%. السلام عليكم. السلام عليكم. شوف تحول الصوت كأنه رجل آلي. 97%. يبقى مثل ما هو. 100%. بسم الله. طيب عندنا بعدها ديك تايم أوت. ديكي تايم أد. صفر مسافة. هرتز. 8% تعديل. هو محطوط على 8. على أو للأسفل بأصبع واحد لتعديل القيمة. هو محطوط على 8%. طبعا هو هذا لتقوية الصدى. يعني لو كثرت منه يقوي الصدى. نشوف. 58%. الو الو تم الاختيار parameters decay time 8.5 اذا نرجع 0% 10% على 10% decay time at Nyquist 4.00 decay time Nyquist. هذا طبعا اذا خفضت يزيل الصدى بشكل نهائي. 16% 6% الو السلام عليكم 0% الو الان شوف شال الصدى. الآن صدى كأنك في قاعة مغلقة. 10-20% decay. بسم الله. الآن رجع الصدى طبيعي. 20 randomized reflections. انتهينا من هذه الإعدادات. إخواني الكرام أخواتي الكريمات ركزوا معي جيدا. هذه الأنواع كلها ما لها داعي، هذه للمتعمقين للي يبغى يعمل ضبط أو قياس معين للصدى. كل هذه الآن اللي ذكرتها الست أنواع ممتاز لو تبقى مثل ما هي أبدا ما في أي مشكلة باستثناء أول واحدة اللي هي ديريمكس. أول واحدة محطوطة على 75 لو نحطها على 50 يفضل لو نحطها على 50 نرجع إلى نكمل إلى 100 ثم نرجع إلى 50 جدا بيكون الصدى رائع. هناك قاعدة لازم تعرفونها مهما نلعب الآن في أنواع الصدى ونثبت على نوع معين أو نختار إفكت معين لما نبغى نشارك هذا الملف عن طريق الواتس نذهب إلى فايلز ونذهب إلى الملف هذا ثم نضغط عليه ضغطة والثانية مطولة يعطينا خيارات من ضمنها كوبي وذ ريفيرب 16 نحط على ريفيرب 16 هذه يطلع لنا ملف ثاني بهذا الاسم ريفيرب. هذا الملف لو نضغط عليه نفس الضغطتين ضغطة والثانية مطولة نذهب إلى أوبن إن ثم نختار الواتساب ونشارك الملف اللي بيكون صدى. هذه كلها عن طريق ISO الثانية. طبعا عندنا ثلاثة اختيار ايقاف و ISO convolution. طيب الآن ندخل على الشغل الثقيل وهو الإفكتات. أين هذه الإفكتات وكيف نتعامل معها؟ The Bluetooth device is ready to pair. طيب رجع يشتغل من جديد ما في إشكال. طبعا الإفكتات عندنا تقريبا 5 إفكتات. AUX input modal. بسم الله. عندنا 5 إفكتات تقريبا. نروح ندور لها ونختارها ونسمع واحد منها وبعدين أبغى أسجل ملف بأحد هذه الإفكتات حتى يعني نطبق تطبيق عملي إن شاء الله تعالى. Random. Factory presets. هذه الكلمة مهمة. هذه تلقونها في ISO فقط. لما نختار ISO آخر شيء تلقون factories. Save. Factory presets. Factory presets. هذه نضغط عليها. Select factory preset. قالنا select factory presets. عندنا عدة أنواع. بنسمعها سوا. Hall. واحد. Church. اثنين. Cathedral. الثالث. Echo. الرابع. Overdrive. الخامس. Cancel. إذن عندنا 5 بشرحها لكم سريعا. أول واحد هول. هول هذا صدى مثل الغرفة. Church. Hall. Zero. Hall. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم ورحمه الله. الله يمسيكم بالخير. سمعتم صدر هذا مثل الغرفه بالضبط. User preset. تم الاختيار. Parameters. لام التبويب. ثلاث. Dry wet. خمس. K. خمس. Mid. صفر. Ma. تسعة. Tick. صفر. Tick. صفر في. Randomize. عشرين. Random. Factory presets. نعم. Fact. تنبيه. Hall. زر. Church. الثاني church. Church هذا نقدر نقول إنه مثلاً صدى قوي. Church. Factory. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الآن church. هذا الآن check صدى قوي بهذا الشكل. Save. زر. Factory presets. Fact. تنبيه. Hop. Church. Cathedral. زر. Cathedral. Factory presets. Cathedral هذا الصدى الطبيعي اللي كان معنا محطوط. ألو. السلام عليكم. صدى جدا قوي. Random. Factory presets. Fact. تنبيه. Cathedral. Echo. Echo صدى متكرر. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Save. Factory preset. النوع الأخير. Echo. Overdrive. Overdrive. صدى جدا قوي ما ينفهم. ألو. جدا مزعج وقوي. جدا مزعج وقوي هذا النوع من أنواع الصدى. إذن هذه خمسة أنواع للصدى، اخترنا أي نوع منها. مجرد ما نختاره نرجع على تبويبة ريكوردينجز ونسجل المقطع اللي نبغاه. هذه جدا لازم أكررها، دائرة حمراء للتسجيل والإيقاف المؤقت، علامة تعجب حمراء للإيقاف النهائي. نروح على فايلز. لما نشغل المقطع بيطلع لنا صدى، ولكن لما نرسل هذا المقطع على الواتس مثلا ما بيطلع بصدى، فلا بد نضغط الضغطتين على نفس المقطع ونختار كوفي وذ ريفيرب 16. نختار ريفيرب 16. طبعا احنا نقدر ننشئ صدى لما نخبص. انا خبصت في الاعدادات اللي فوق اللي هي ميكس وما ميكس وغن، خبصت فيها وانتجت مقطع معين. ودي اسجل هذا المقطع وبسمعكم اياه، لكن بسمعكم اياه بالباسك جونيور حتى تكون صيغة ستيريو، يعني كأنكم تسمعون نفس المقطع المسجل. والباكس جونيور برنامج مهم إن شاء الله بشرحه قريبا يعني تبسيط، لازم نشرحه بشكل مبسط جدا جدا جدا. طيب إذن نختار الآن أحد المقاطع المسجلة وبسمعكم إياه وبرجع لكم إن شاء الله نختم. حياكم الله من جديد. وقبل ما نأخذ هذا النموذج عندي، يعني أنا طولت عليكم وأعتذر منكم والله على الإطالة، ولكن الآن بنتعلم كيف ننشئ نوع من أنواع الصدى يكون جديد وممتاز. طبعا أنتم تعرفون إحنا أخذنا فيما مضى أن الواحد يخبص في هذه الأنواع حتى يلقى صدى على ذوقه، لكن كيف يحفظ هذا الصدى ويكون صدى مثبت عنده وله تبويبة خاصة؟ طبعا أنا الآن دخلت على تكليم قيد تشغيل Glyphicans 300. هذه Glyphicans طبعا قفلتها لأني سويت صدى مسبقا. نسمع إعدادات الصدى هذه واحفظوها معي يمكن تعجبكم ويعني تأخذون بها. Off. زر. تم الاختيار. ISO Convolution Dry Wet Mix 20.0 دراي وذ ميكس. طبعا هو يجي 75%، انا حطيته 20%. 20 كين صفر. هذا يجي 50%. طبعا هذا لتوسيع الصدى، جين لتوسيع الصدى. لما نحط 100% يكون نفس الصدى واسع، يعني مثلا من قاعة الى فصل الى قاعة احتفال كبيرة الى نقدر نسميها غابة زي كذا. 50% 50 مينيمم مثل ما هو. ديلي تايم مينيمم ديلي تايم 50%. حطيته 50. ماكس ديلي تايم 30%. ماكس ديلي تايم 50. ديكي تايم ات صفر مسافة. هذا ديكي تايم ات 20%. 20 ديكي تايم ات نيكويست. نيكويست اللي كانت 16% حطيتها انا 100%. 100% راندمايز ريفلكشنز 999% راندم ريسلكشن اسفل باصبع واحد لتعديل القيمة برضه حطيته 100%. بعدها يجينا يا اخواني يا اخواتي حاجة مهمة جدا،
بهذه الطريقة تستطيعون إنشاء أنواع وأشكال من الصدى، كل واحد حسب ذوقه. طبعا أنتم تعرفون مثلا الأغاني والأناشيد لها صدى معين، التلاوات لها صدى معين وآلية معينة، رتم معين، المحاضرات والخطابات لها صدى معين، فأي واحد يقدر يختار الصدى اللي يناسبه ويكتب عليه. بعد هذه كلها نلقى حاجة اسمها سيف. Factory presets. بعدها. Save. هذا. نضغط على سيف. حقل التنبيه. حقل النصيب. Enter preset name. حقل النصيب. جارية التحرير. نمط الحرف. Save as user preset. Save. Enter preset. نكتب مثلا. حدث. خطابات. أنا الصدى اللي اخترته الآن بسمعكم إياه. حلو جدا. للمحاضرات. نكتب مثلا محاضرات. تاء. نون. ميم. ميم. حاء. حاء. ألف. ألف. صاد. ضاد. ضاد. راء. راء غين ألف التاء تاء نحط سيف حقل النص clear to cancel save زر save 50% انتهى. تعديل تحريف minimum. أنبه على قضية مهمة، وين نلقى هذه الإنتاجات؟ نلقاها في التبويبة الثالثة الرابعة اللي هي اسمها user presets، اللي أنا قلت لكم غير مهمة وأنا أخطأت الحقيقة، واعذروني على أي نقص في الشرح أو خطأ لأن الشرح فعلا متعب ويبغى له تركيز. تم الاختيار. User presets. لام التبويب. 4 مثلا و 5. لما ندخل عليها بنلقى محاضرات. تم الاختيار. تم الاختيار. محاضرات. محطوط عليها. 20. User preset. تم الاختيار. Recorder. تم الاختيار. محاضرات. نبغى نحذفها. User preset. لما نبغى نحذفها مثلها مثل أي مقطع نبغى نحذفه بإصبع واحد نطلع فوق يقول delete. Delete. نرجعها يقول تنشيط. تنشيط عنصر. User preset. إذا هذه محاضرات تبقى عليها تم الاختيار. كيف نبغى نرجع الوضع الافتراضي؟ لازم نحفظ ونرجع كل شيء مثل ما كان، مثلا نرجع لهذيك with mix وغن ونرجعها على أرقامها الطبيعية فتلتغي. هذه طبعا تبقى محاضرات متى ما نبغاها نضغط عليها ترجع لنا يعني تم الاختيار، لكن لما نرجع الأرقام السابقة على ما هي تطلع تم الاختيار محاضرات بدون تم الاختيار، يعني مش محطوط عليها. طيب نجرب الآن، أنا بسجل لكم مقطع بسيط جدا كذا 15 ثانية. كرام فايلز ريكوردر. لا تم الاختيار. ريكورد. دائرة حمراء زر. نبدأ التسجيل. دائرة حمراء. ريكوردر. الحقيقة في ختام أو قبل ختام هذا الشرح أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا، أشكركم فردا فردا وعلى حسن استماعكم وصبركم، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة داليا صبري من الأردن اللي دلتني وأعطتني هذا البرنامج، فجزاها الله خير الجزاء والله يعطيها العافية. دائرة علامة تعجب حمراء. علامة تعجب حمراء. دائرة حمراء زر. الآن انتهينا من التسجيل، نروح على فايلز. لا تم الاختيار. تم الاختيار. 20 16 11 13 25 08 اوديو 100% 100%. قبل ما نشغل المقطع طبعا لما نبغى نحول المقطع مثل ما اتفقنا نحط على كوبي وذ ريفيرب 16 ثم نرسله بالواتس. الان بسمعكم هذا النموذج بجوده عاليه عن طريق الباسك جونيور واستودعكم الله. بعدها دائره حمراء ريكوردر. الحقيقة في ختام أو قبل ختام هذا الشرح أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا، أشكركم فردا فردا وعلى حسن استماعكم وصبركم، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة داليا صبري من الأردن. حياكم الله في الجزء الأخير من هذا الشرح الطويل والذي أسأل الله أن أكون وفقت فيه لأن فعلا تعبني وإن شاء الله ما كنت تعبتكم. أنا سجلت مقطع ممتاز والآن نأخذها خطوة بخطوة. طبعا ثلاث ملاحظات أركز عليها سريعا. أول ملاحظة عند فتح البرنامج التطبيق لأول مرة بيعطيك يقول لك Welcome to Rooms ويعطيك خيارين Cancel أو App Store فتحطون على Cancel. الملاحظة الثانية التبويبة الثانية Files قد يتغير اسمها مع التسجيلات يعني تطلع أرقام غريبة كذا فلا تستغربون ولا يلتبس عليكم هذا الأمر. الملاحظة الثالثة البرنامج ما يحتاج أبدا لا هيدفون ولا هم يحزنون، برنامج عادي بدون سماعات بس اللهم حتى لو شغلت المايك تبع البرنامج الجلايفيكنت اللي تكلمنا عنه ما في إشكال، بس يمكن الصوت يعني يكون شوية متعب. طيب الجزئية الأخيرة في التطبيق هي أني سجلت مقطع والآن ندخل على فايلز
files. عنوان. Audio files. عنوان. هذه audio files. 20/16. هذا المقطع. 29/23. Share. زر. 20/16/11/23/04/34 أحرف. من الأفضل أن نعيد تسمية المقطع حتى ما يلتبس علينا. طبعا الآن لما إحنا نبغى نسجل من الأفضل أنها مش لازم تكون ACU ولا convolution، لا نخليها إيقاف اللي هي البريمترز، نخليها إيقاف عادي جدا لأن حددنا نوع الصدى مسبقا. طيب هذا الفايل 20/16 نضغط عليه ضغطتين مطولة. قال لنا play. Play as loop. Copy with reverb. 16. هذه المهمة، بس قبل ما نسويها نسوي rename، إعادة تسمية. Copy. Copy. Duplicate. Rename. طيب. Rename. نمسح الاسم. هذا الآن. ألف مقصورة. حذف. تلاوة. أربعة. نكتب عليها تلاوة. شرطة. طيب. ألف مقصورة. حذف. نمسح. حذف. واحد. واحد. شرطة. ستة. واحد. صفر. اثنان. نكتب تلاوة. ألف. تاء. تاء. ألف. لام. ألف. ألف زاي را وال وال ميم كاف تاء مربتاء مربوطة. نطلع فوق نحط rename زر. New حقل. Clear tab. Cancel. Rename. زر. Rename. ممتاز. أصبح اسم المقطع. 20. Share. تلاوة 29 شرطة التي أحد أحرف. تلاوة على طول. نضغط عليه الآن. الآن لو نشغله بيطلع صوت عادي بدون صدى. أنا قلت لكم أكثر من مرة عن هذا الشيء. شو هو؟ تم الاختيار. نطلع فوق. Audio file. صفر. Audio. Play. أعوذ بالله. جدا صوت عادي ما في أي صدى. إذن لو شاركنا 29 شرطة. لو شاركنا طبعا لو طلعنا فوق يعطينا ديليت. لو شاركنا بهذه الوضعية ما نستفيد شيء، تسجيل عادي جدا. طيب. إذن الآن نرجع نضغط عليه ضغطة وضغطة ثانية مطولة. كوبي وذ ريفيرب. نحط هذه كوبي وذ ريفيرب 16 لأن في عندنا ريفيرب 24 خطيرة هذه تعدم علينا الصوت، فنحط كوبي وذ ريفيرب 16 بيطلع عندنا ملفين. ها الآن في الفايلز بيطلع عندنا ملفين. أيوة بيطلع عندنا تلاوة وتلاوة زائد ريفيرب. التلاوة الآن نمسحها خلص ما عندنا. تم الاختيار. تلاوة تم الاختيار. ديليت. عندنا الآن تلاوة زائد ريفيرب 29 شرطة. هذه مهمة. هذه اللي فيها صدى. شغلها. تم شير أوديو 0%. بلاي باز. هذه هي الآن بسمعكم إياها بالباسك جونيور، وإن شاء الله له شرح بإذن الله قريبا الباسك جونيور. طيب كيف نرسل هوات؟ نجي نلقى محطوط عليه تم الاختيار. تم الاختيار. نضغط عليه ضغطتين. ريفيرب. تنبيه. ممتاز. بلاي. بلاي. كوب. نمشي. كوب. كوب. دوبليكيت. رينيم. إيميل. أوبن إن. نضغط على أوبن إن. هذه مهمة أوبن إن. شوفوا. أوبن إن. إيرد. تنبيه. واتساب وكوبي تو برامج لليل، برامج كثيرة جدا حسب البرامج الموجودة ومنها طبعا الباسك جونيور. إذن نختم بهذه التلاوة الطيبة المباركة، واعذروني على القصور، إن شاء الله البرنامج يكون واضح. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد